لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. فإن من معجزات القرآن العظيم ما تضمنه من قواعد تنظيم الحياة للفرد والجماعة والدولة كذلك، وإن من أعظم الأمور خطرا هي ولاية الولايات. من الذي يصلح لها؟ ومن الذي يقوم بها؟ وما هي الضوابط التي يلزم من يعين أحدا في الولايات أو حتى في الأعمال الخاصة به أو بغيره؟ ما هي الضوابط التي ينبغي أن يراجعها؟ وقد تضمنت قصة موسى صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى مدين قاعدة عظيمة لا يزال الناس يتكلمون حول معانيها مع أنها في بضع كلمات. قال الله عز وجل: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه القاعدة العظيمة التي يبنى عليها علم الإدارة الحديث كله، وهي التي أيضا تكون سببا في تنظيم العمل على أحسن الوجوه. وإنما يحصل الفساد في الدول والمجتمعات والأعمال أيضا الخاصة بالناس لفقد أحد هاتين الصفتين، القوة أو الأمانة. ولا يصلح مجتمع من الناس ولا عمل من الأعمال إلا بهاتين الصفتين: القوة المطلوبة في أداء الوظيفة، والكفاءة والإتقان فيها، والأمانة بعد ذلك أو مع ذلك في حقيقة الأمر. وإنما المشكلة التي تواجه رعاة الأمم أنهم ربما وجدوا كفؤا قويا ولكنه غير أمين، وربما وجدوا أمينا لكنه عاجز، لا يحسن التصرف ولا يقوم بالمهمة التي تطلب منه كما ينبغي. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إليك أشكو عجز الثقة وجلد الفاجر. فهو يشكو إلى الله أنه لا يجد من يوليهم الولايات التي جعلها الله عز وجل تحت يده، مع أنه كان عنده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم المبشرون بالجنة وولاهم الولايات المختلفة. ومع ذلك مع اتساع الأمر ووجود الفتوحات كان يشكو إلى الله عجز الثقة وجلد الفاجر. فهو يجد في الفاجر قوة وكفاءة لكنه لا يجد فيه الأمانة، وربما خان فأدى ذلك إلى الضياع. ويشكو إلى الله أن الثقة المأمون ليس قويا، وإنما فيه من الضعف ما يضيع الولاية والوظيفة التي توكل إليه. وقد جمع الله سبحانه وتعالى صلاح الناس في أمور السياسة والدولة في قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فلا بد أن تولى الأمانات إلى أهلها، وإن كان سبب نزولها فيما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أخذ المفتاح، مفتاح الكعبة، مفتاح باب الكعبة من بني شيبة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما تطلع بنو عبد المطلب وبنو هاشم أن يأخذوا الحجابة أيضا مع السقاية، فرد النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى بني شيبة وقال خذوها خالدة تالدة. لكن الآية أعم من ذلك من سبب النزول بكثير، فكل الولايات لا بد أن تؤدى إلى أهلها. الأمانات العامة أعظم خطرا من الأمانات الخاصة، وذلك أن من يوضع في مهمة تحت يديه أموال المسلمين ومصالح المسلمين وإقامة دينهم ودنياهم، فهو قد وضع في رقبته مسؤولية هائلة. وإذا ولى أحد من يرى غيره أصلح منه فقد خانهم، فقد خان المسلمين. إذا كانوا 10 فما فوقهم، وكان يعلم فيهم أحدا هو أهل لكي يؤمره عليهم فلم يؤمره هو، وإنما أمر غيره لهوى في نفسه أو لمجرد الولاء دون الكفاءة والأمانة الدينية، كان ذلك خيانة للمسلمين وغشا لهم. والقضية إذن خطيرة للغاية، وكذا الوظائف العلمية والدعوية والقضائية. إن تولية المبتدع والضال في مثل هذه الأماكن الحساسة يترتب عليه ضياع الدين وضلال الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأما القضاء فأخطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة 3، 2 في النار وواحد في الجنة، فالذي علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وأما الذي علم الحق ولم يقض به فهو في النار، وأما الذي لم يعلم الحق فهو في النار. فهذا الذي لم يعلم الحق ليس عنده الكفاءة وإن ظن نفسه على هدى، وأما الذي عنده العلم وقضى بخلافه فليس عنده الأمانة، وتضيع حقوق الناس ويضيع دينهم كذلك بسبب تولية من ليس بأمين أو من ليس بكفء فيخدعه الأجلاد. ولقد بكى يعقوب عليه الصلاة والسلام حتى بيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم من أجل أنه رأى 10 من ولده لا يستطيعون حفظ واحد، ويوسف عليه الصلاة والسلام يحفظ الله به أمة بكفاءته وأمانته. فلذا لما أخبروه بأن بنيامين قد أخذ تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فلم يقل يا أسف على بنيامين أو على أخيهم الكبير الذي انتظر هناك، وإنما تأسف على يوسف. لأنه يعلم أنه القوي الأمين. وسبحان الله،
جعل الله نجاة أهل مصر وما حولهم من البلدان بما وهب يوسف من القوة والأمانة والحفظ والعلم، وهدى الله الملك أن يستجيب لطلبه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مع أن الولاية في الأصل لا تطلب ويمنع توليتها لمن طلبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنولي هذا الأمر أحدا سأله، ولكنها الضرورة، أنه لا يوجد قوي أمين يتولى هذه الولاية حتى يقوم بشأن الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل ويقوم بشأن دنياهم كذلك. فكان طلب يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فكان في ذلك التمكين الذي وعده الله عز وجل. ولعل هذا هو السبب الذي كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ في صلاة الفجر بسورة يوسف، حتى إذا بلغ هذا الموضع في قوله عز وجل عن يعقوب عندما قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بكى عمر رضي الله عنه حتى سمع نشيده من آخر المسجد، وفي مرة مع جلسائه رضي الله عنه قال لهم: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى مالا يملأ هذه الغرفة أنفقه في سبيل الله. وقال آخر: أتمنى خيلا تملأ هذه الغرفة وما حولها يجاهد عليها في سبيل الله. وظلوا يذكرون أنواعا من الخير. فقال: لكني أتمنى أن تملأ هذه الغرفة رجالا مثل أبي عبيدة، مثل أبي عبيدة بن الجراح، أستعملهم في ولاية المسلمين، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ولنتأمل الفرق بين واقع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والصلاحيات التي يحتاجونها من القوة والأمانة في تولي أمورهم، وقد تسلط عليهم عدوهم في معظم مقدراتهم، في معظم إمكانياتهم من الأرض والثروات والقوة الاقتصادية والعسكرية، وصاروا يتلاعبون بأقطارهم، ونسأل الله العافية. عمر رضي الله عنه لا يجد رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح، فكيف بمن بعد ذلك؟ وكيف بحال المسلمين مع الكثرة الكاثرة في المشارق والمغارب؟ كانت هذه المرأة الصالحة التي قالت لأبيها في شأن موسى صلى الله عليه وسلم: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تؤصل القواعد الكبرى التي بها صلاح العباد: تولية الولايات إلى أهلها، أداء الأمانات إلى أهلها، ثم الحكم بالعدل الأساس الثاني لصلاح العباد والبلاد، وهو المتصور في الكفؤ الأمين. والعدل هو الذي شرعه الله عز وجل دون غيره، فلا بد من إقامة الحقوق والحدود والقضاء بين الناس بالعدل الذي شرعه الله، لا بما يهواه الناس أو بما يراه الإنسان هو عدلا، دون أن يرجع إلى شرع الله، كما يحدث من أهل الغرب والشرق من الكفار المعاندين الذين يصفون أنفسهم
فيما يخترعونه من زبالة الأفكار والتشريعات، يظنون أنفسهم يراعون الحقوق والعدل وينادون بذلك في العالم، مع أنهم يعظمون ما ورد في القرآن العظيم. قد كتبوا على جدران إحدى كبرى جامعاتهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كتبوا هذه الآية وقد رآها بعض إخواننا على بعض الجدران في مقدمة جامعة هارفارد، وذلك لعجزهم عن أن يأتوا بمثل هذه المعاني. في مثل هذا الاختصار، ولو هداهم الله عز وجل للقرآن لوجدوا فيه أعظم من ذلك، ولكنهم يرون العدل ويرون القسط إنما هو في أهوائهم، فضلوا وأضلوا. وإنما أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالشريعة هو الذي تصلح به العباد والبلاد، وما الفساد إلا لفقد هذه الأمور، وإلى الله المشتكى والله المستعان. فإذا كان الأمر على ما ذكرنا، فلم يجد مثل عمر من يوليهم الأمور إلا على نقص، لأنه لم يجد مثل أبي عبيدة رجالا يملؤون الدار. فما العمل؟ العمل في ذلك هو تقوى الله قدر الاستطاعة، والبحث في تقديم الأمثل فالأمثل، وإن لم نجد المثالي، نعم نضع أمام أعيننا المقاييس المعتبرة في كل موضع من المواضع، فيولى في ولاية الجهاد من هو أعظم قوة، ويولى في ولاية الأموال من هو أعظم أمانة، ويولى في ولاية القضاء وكذا الفتوى من هو أكثر علما، ويولى فيما يتعلق بأعراض الناس وأحوالهم من هو أكثر ورعا، وذلك حسب الطاقة وحسب المتاح. وإلا فإن الإنسان لا يكلفه الله عز وجل إلا ما استطاع. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذلك أن الكف أيسر من الفعل، فلذلك علق أمر الاستطاعة في الفعل ولم يعلقه في الترك، لأنه مجرد ترك مع النية الصالحة. لذلك قضية الموازنة بين الحسنات والسيئات، بين المصالح والمفاسد، بين الكفاءات المختلفة، حتى يولى الإنسان في موضع هو الأمثل فيه بالنسبة إلى غيره، وإن لم يكن الأمثل مطلقا. ولذلك هذه القضية العظيمة التي يلزمنا في كل أمورنا الخاصة والعامة أن نراعيها لصلاح ديننا ودنيانا، ولا بد لنا أن نجتهد في ذلك نصحا لمن حولنا، نصحا للمسلمين. فأما تولية من يكون خائنا لأمته، مواليا لأعدائها، يسعى في تخريب المجتمعات بأنواع الشهوات والشبهات وفتح الباب له في ذلك، فإن ذلك من أعظم المخاطر. وإن فتح الباب للمترفين لأنواع الفساد في الأرض،
حتى تفعل الفواحش علانية، وكأن بعض أجزاء بلاد المسلمين خارجة عن هذا الدين من كثرة الفواحش والمنكرات وفعل الجرائم الكبائر علنا جهارا، إن ذلك لمن أعظم الأمور خطرا، لأنه لا يهدد فقط مجموعة من يفعل ذلك بل يهدد الجميع. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولا يجوز لمسلم أن يعين على ذلك ولو بأن يمهد لهم مساكن ليست أماكن الفجور والفساد، فهو إن بنى لهم مسكنا بجوار الخمارة كان آثما، لأنه يعلم أنهم لا بد وأن يسكنوا بعد أن يشربوا الخمر. وأما من بنى الخمارة فعلا أو باع لهم الخمر أو وصله لهم فهو واحد منهم بلا شك، ليس معينا بل هو مرتكب للإثم والعدوان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، فإذا علم الإنسان أنه يبني بناء يتخذ بعد ذلك مكانا للمعصية كأماكن السينما والمسارح وأماكن اللهو والفجور والغناء والموسيقى التي يجتمع فيها الرجال والنساء عراة وكاشف ما أمر الله بستره فضلا عما يقولونه ويفعلونه، فإن ذلك من أعظم المنكرات، بل لا يجوز أن يحضر لهم طعاما حلالا إلى أماكن الفساد. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن من يبيع اللحم لمن يشرب على مائدته الخمر، فنهى عن ذلك ومنع منه، مع أنه يبيع لحما لكنه يعلم أنهم لا يشربون الخمر إلا ومعه اللحم، فهو يعينهم ولو لم يأتي لهم بالخمر نفسها. وأما إذا أتى بالخمر أو المخدرات أو كل ما يعين كل ما كان محرما كفعل الفواحش وأدواتها، فإن ذلك ملعون، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 شاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه، وذكر بقية 10 التي كلها إعانات، نسأل الله العافية. ووجب تعزير من كان جالسا على مائدة يشرب فيها الخمر، فاحذروا عباد الله أن تذهبوا إلى أماكن الفساد التي تظهر فيها المنكرات ويحصل فيها أنواع اللهو المحرم من الحفلات الغنائية ومن حفلات الرقص وأماكن اللهو واللعب التي تخرج النساء فيها عاريات لسن كاسيات عاريات. قد تجاوزنا هذه المرحلة، إنما الكاسيات العاريات كما ذكر مجاهد في قول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أن المرأة كانت لا تشد خمارها على رأسها فيظهر خصلات من شعرها أو شيء من رقبتها. فأما ما ترون على وسائل التواصل أو من ذهب إلى هذه الأماكن المنكرات على سواحل وشواطئ البحار، فإنهم يرون العرية هو الأساس، وربما كنا كما كانت المرأة تطوف بالبيت عارية وتضع خرقة على فرجها فيبدو بعضه أو يستتر بعضه، فتقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، وأما هؤلاء فيحلونه، نعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن ولا العمل فيها، لأن ذلك من خيانة الأمة وتضييع مصالحها بنشر الفساد فيها، والفساد ينتشر انتشارا هائلا. وكذلك انتشار الفساد فيما يتعلق بالأموال بأخذ الرشوة التي لا
تكاد تمضي الأمور إلا بها، وتضيع حقوق الناس إلا إذا فعلوها. إن من أعظم الأمور خطرا أن نقرر صحة ذلك أو نفعله من غير ضرورة حقيقية تضطرنا إلى أن نفعل ذلك لأخذ حقوقنا التي لا بد لنا منها. وإلا فالأصل أننا ننشر في الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. وكذا انتشار الربا فإنه قد طم وعم، وهو مستجلب لحرب من الله ورسوله. نسأل الله أن يعافينا. وملعون آكله ومؤكله وشاهداه وكاتبه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.